رئيس بلدية اليمون محمد علي شرايف من سكانها ومن مزارعيها. بلدة اليمونة طبعا عدد نسماتها وعدد المسجلين فيها يصل حتى 4000 نسمة. المجتمع الزراعي فيها يبلغ حوالي 350 عائلة مزارعة بالأحرى. عدد أفراد كل أسرة يصل حتى إلى 5 أفراد و6 أفراد و4 أفراد، أو متوسط هو 5 أفراد. وكما تعلمون بلدة اليمونة فصل الشتاء فيها يصل حتى 7 أشهر، والسبعة أشهر تحتاج إلى حوالي أقل بيت أو أقل منزل في بلدتنا يحتاج إلى 2000 لتر مازوت سنويا في فصل الشتاء للتدفئة، ويحتاج المأكل والمشرب والملبس والتعلم. شجرة التفاح في بلدتنا صحيح أنها تعطي من إنتاج جيد ونوعية مميزة مقارنة مع باقي البلدات الأخرى سواء في جبل لبنان أو منطقة البقاع، ولكن للأسف مواسمنا دائما تتأخر عن المواسم الأخرى لفترة شهر إضافي، وهذا يرتب علينا بسبب طبعا اكتفاء السوق من التفاح. تبدأ أسعار التفاح بالتدني، وهذا يؤثر سلبا على مزارعينا، مما يصل بهم الأمر إلى الإفلاس من هذه الشجرة، فيضطر غالبيتهم إلى قطع الأشجار ووقدها في موعد أو بالأحرى الصوف في فصل الشتاء، فيفضلون التدفئة على حطبها. أو في المساحة الجغرافية لبلدة اليمونة تقريبا بحدود 60 مليون متر مربع. المساحات المزروعة من التفاح هي تقريبا 200,000 شجرة على بقعة جغرافية تقريبا كمان لحدود ال 40,000 متر مربع من الكمية الإجمالية. أراضي الليمونة الصالحة للزراعة تبلغ 14 مليون متر مربع، 14,000 دونم، والمروي منها يا للأسف لا يتعدى 500 دونم أرض، مع العلم أن البلدة تغذي 43 بلدة بقاعية من مياه الشفة والري، وبلدتنا لا تزال حتى اليوم عطشة وأراضينا عطشة. وتعطي 150 مليون متر مكعب من الماء سنويا. أيضا لا نستفيد إلا بحوالي 20 مليون متر مكعب على الأغلب. حديثنا يتركز على شجرة التفاح. نعود عودا على بدء ال 200,000 شجرة من شجرة التفاح تنتج حوالي في غالب الأحيان طبعا تصل إلى 200-250,000 صندوق. صندوق التفاح طبعا شجرة التفاح كلفتها خلال العام من رشم وبديت وحراسة وتشحيل وغيره تتعدى كل شجرة تتعدى 100,000 ليرة سنويا. هذه 100,000 ليرة يعني لازم الشجرة المفروض تطلع 100 ومفاوق لحتى ترجع الخسارة اللي حطينا عليها. واقعا بغالب الأحيان إذا في حال كم موسم فعلا بتعطي 150,000-200,000 ليرة الشجرة سنويا. بس عندنا هون مشكلة ببلدتنا شيء من انه نحن الساعة بتضرب ثمرة التفاح او الوردة اللي بس تزهر بيمنسين، بس تفتح الثمرة وتعمل زهر بيجيها درجات حرارة متدنية تحت الصفر تضربها عند شروق الشمس، بهيدي الحالة بينضرب نصف الموسم او الموسم كليا، وهذا بيرتب علينا خسارة كبيرة، ولحد هلا ولا مرة الدولة عوضت علينا. لقينا كمبادرة من بلدية اليمونة والتعاونيات اللي واقع ضمن نطاق البلدة انه نفتش على مشروع يمكن من خلاله انه نقدر تستوعب الكمية الاضافية من الموسم، وايضا من الثمرات لما توقع على الارض اللي هي عم تاكلها المواشي باغلب الاحيان، او عم تروح للتالف، او بعض الناس عم يستغلوها لتصنيع خل التفاح المشهور عندنا بالبلدة، لانه لازم نعمل معمل لتصنيع طبعا العصائر عصير التفاح على كافة أشكاله. وطبعا لاحقا يمكن أنه نوصل لمرحلة تصنيع مخللات التفاح والمربيات وما إلى هنالك، وخاصة أنه بلدة الليمون مشهورة بتفاحه وبنوعيته وبحلاوته ودرجة حلاوته. هلأ اللي عم نستعمل المعمل اللي ممكن نحن هني بصدد بنائه بصدد
افتتاحه اذا الله راد. ومشكور كل من ساهم ب كل من ساهم ب مساهمه كانت نقديه او عينيه او غير ذلك بانجاح هذا المشروع، لانه فعلا رح يكون بهذه الحاله عم يعيش اكثر من 100 عائله، ويعتبر من هلا مثل كانه كفل 100 عائله حتى كفاله، يعني يعتبر حاله كفاله ايتيم يا خيي. ورح يكون دعاء له دعاء مستجيب، دعاء مستضعف لانسان خير رح يكون دعاء من القلب الى القلب، ورح يكون صافي النيه، ورح يكون طبعا رب العالمين مستقبل هذه الادعيه من دون وسيط ومن دون رقيب، لانه دعاء المستضعف يصل مباشره الى رب العالمين من دون ما حدا يحمل له اياه. يعني هذا المعمل ممكن انه يستوعب كافة يعني كل الشجر اللي عم ينزل تحت امه تحت شجرته، كل اللي عفوا كل الشجر التفاحات او الثمرات اللي بتنزل بايام الاطاف تحت الشجر بفعل الهواء اللي بيجي عنها بايام تشرين، ممكن هذا المعمل يصنعهم كله سوا لعصائر. بضل بدنا نحن نعمل طبعا وسيله التصدير وما الى هنالك. المكين طبعا موجود لهذا المعمل، والحمد لله طبعا المكين قمنا نحن بتهيئته مباشرة. حيكون في علاقة مع أكثر من 100 عائلة بشكل مباشر، وعلاقة رح تكون من الإيجابية الإضافية لموضوع تريح الناس من عبء التاجر اللي بس يجي لعنده بين تشرين. في فعالية في إيجابية أكثر منها، إنه هي اجتماعية بين مركز أصيل اللي هو هذا المعمل، بصير يتعاطى مع شرائح المجتمع بنسبة 2% من هذا المجتمع، وهذا ممكن يخفف عنا عبء البطالة، لأنه عندنا نحن بطالة مستشرقة. هذا بيأمن كمان فرص عمل، وبيأمن مستقبل زاهر لقدام، وممكن يكون خطوة مستقبلية يمكن نحن نطورها، وهي هيدا حتكون البداية، والبداية دائما هي الأفضلية لها بتكون. بيرجع عنا نحن موضوع كمان بشجرة التفاح، عادة التاجر بيجي بيقطف الحبة الكبيرة وبيترك لنا الحبة الصغيرة بتروح نزعان. الحبة الصغيرة بعد مرور موسم الإطاف بعشرة أيام توصل درجة الحلاوة لإلها ل 80% 90% درجة التحليل لإلها، وهي بتكون من أفضل الثمرات لهذا المعمل لحتى نقدر نصنع من خلالها هيدي العصائر. وإضافة عندنا مشاكل راي، لشجرة التفاح بفعل طبعا عدم وجود شبكات راي، وهذا عم يتطلب ان نحن سياحة الراي كلفتها 100 دولار بيتطلب ان نحن عبء اضافي. هذا المعمل ممكن انا اذا قدرت هيدي الثمرات اللي عم تروح كانت تروح بالاول نزعان، نحن بنقول لها اه كانت عم تروح هيك هدرا، ممكن هي تغطي مصروف الراي لهيدي الشجرات، يعني بنكون عدلنا موضوعنا من هون لهون. بيقعد يتاسف المزارع، بصير يعرف حاله عم يزرع في مستقبل قدامه على تشرين في معمل لاستقبال هذه الثمرات، بصير هو اولا مطمئن، ثانيا بصير عنده نشاط، ببطل عنده الزهق او عنده البطاله او عنده الياس، طبعا بيطلع من الياس اللي هو يعيش فيه. بسبب شو؟ بصراحه بدي اقول لكم اياها، تجار بلبنان وكأنه الناس مكلفين هون يجوا يذلوا المزارعين. انطلاقا من هذا كله لابد ان اعلق على هذا المشروع، مشروع تعبئة او مشروع تصنيع عصير التفاح، انه لحتى انه رفع من العبء على هذا المواطن وهذا المزارع بنسبة 20 او 30%، هذا يكون لنحكيها عامية، كل انسان يتطلع بحاله بفصل الشتاء إذا كان مساهم بإنجاح هذا المشروع لازم يفكر بينه وبين نفسه إنه بإنجاح هذا المشروع بمساهمته بإنجاح هذا المشروع رح يكون عم يعبي طاسة المازوت لهذا الفقير اللي قاعد عم بالشتي بالثلج. رح يتصور حاله هو عم يعبي له المازوت عم يدفيه. هو رح يكون دفيين يمكن ما يشعر بالبرديت. بس بهذا الدعم يتأكد إنه فعلا رح يحس حاله قاعد مع هذا الفقير اللي قاعد هون الثلج برا مترين، وقاعد حط صوته مولع مازوت ببركة اللي ساهم بإنجاح هذا المشروع. هذا فعلا رح يساهم بهذه الوحدة بهذه الحالة. لذلك أنا عم أحكي هون وأصدق بما أقول، يعني حتى إنجاح هذا المشروع يساعد بيئيا بتأثير غير مباشر بيئيا. كيف؟ العالم بسبب الفقر عم تروح لقطع الأشجار سواء سنديين أو للزيب أو غيره
حامد كمي بينجح هذا المشروع ممكن يرفع لنا العبء عن قطع الاشجار، وانجاح المحميه الموجوده عندنا نحن اللي عم تتعرض للتصحر بالفعل عبث الانسان فيها. كمان تعلم، يعني وصيه للرسول عليه الصلاه والسلام لامير المؤمنين على حسين بيقول له يا علي لان يهدي الله بك امرئ خير ما طلعت عليه الشمس. يعني انت كانسان عندما تدعم انسان اخر سواء ماديا او على سبيل المعلومه او انك تعرفه وتعلمه او تساهم بتعلم هذا الانسان بطريقه كانت مباشره او غير مباشره، تاكد انك راح تكون افضل انسان وافضل كائن بشري او كائن حي من كل اللي طلعت عليهم الشمس واشرقت عليهم وشاف النور، لانك انت بحد ذاتك انت نور وعم تبعث النور لعايد الناس وعم تنور لهم عقولهم قبل ما عم تنور لهم عيونهم، ورح يكونوا دعاة لك بألسنتهم وبأعمالهم دعاة لكل من يساهم في إنزاح هذا.